احنا من جرف الصخر مهجرين، صار لنا 7 سنين احنا هنا قاعدين بالخيمه وبالحار وبالتراب، يعني حال الضيم حالنا. نريد نرجع لمنطقتنا، ما حد ناشد بينا ولا حد زارنا ولا حد سال علينا، يعني ابد. حتى اللي عنده معامله ما يمشونه، يعني صار عندنا معاملات عندنا اطفال، الطفل تريد طالع جنسيه يقول لك انت ما عندك بطاقه سكن. تقول له ليش طالب بطاقه سكن؟ انت نازح الا ترجع منطقتك. رجعني يقول لك انا مو بيدي. والمناطق اللي ورانا كلها المهجره رجعت الا جرف الصخر. ليش ما اعرف؟ شنو السبب؟ ما اعرف. يعني اكو عالم لازمتها، يعني هسه كل هالمناطق اللي دورتنا كلها تهجرت، ما اقول لك العراق كلها تهجر بس كلها رجعت، بس ما عدا جرف الصخر ما حد يقبل يرجعهم. وزير الداخليه ما يقدر يطب جرف الصخر، وتحدى اذا طب جرف الصخر خليه يروح لجرف الصخر، فين يروح لجرف الصخر؟